السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الغراب للمرأة المتزوجة هي رؤية غير محمودة إطلاقا، وهتكون خير في حالة واحدة، لو قتلتيه، طردتيه، تخلصتي منه، لقيتي نفسك انت اللي بتطرديه مش هو اللي بيطردك. اعرفي ان انت هتتخلصي على كل الأمور الغير محمودة في حياتك، مثل المشاكل الزوجية العائلية المادية، عايزة تحملي، أعدائك متعرضة للمس أو السحر، فأنت بتتخلصي منه مجرد ما تلاقي نفسك حلمتي بمطاردة أو قتل الغراب في المنام. أما لو لقيت أن الغراب الأسود في المنام بيقرب منك أو واقف فوق دماغك أو بيلحقك في المنام، اعرف أن فيه هموم ومشاكل، وربما شخص سيء بيدور حواليك ويعرف أخبارك علشان يأذيك، فانتبهي. إذا رأيتي أنك تضربي الغراب أو تقتليه، فهذا بيدل على خلاصك من عدو ومن هموم. إذا رأيتي أن في غراب دخل منزلك، فللأسف ده بيدل على أن في شخص من أقارب زوجك، للأسف هو شخص سيء وبيحاول يتسبب في طلاقك ويفتعل المشاكل الزوجية التي ستسبب الطلاق بينك وبين زوجك. اما لو طردتيه بره بيتك، اعرف ان انت بتتخلصي من الشخص ده وما بتديلوش فرصة ان هو يخرب عليك حياتك. ايضا رمز الغراب هنا يعتبر للمتزوجة هو رمز الفراق، فراق الاحباب وفراق الزوج بالطلاق. ربما اذا طردت الغراب من منزلك، اعرفي انك طردت الهموم والمشاكل. رؤية الغربانة الكثيرة جدا وبتنعي وتصوت وهي ماشية وراك، للأسف ربما تدل على مصيبة كبيرة جدا يقاضى عقلك ألا يستوعبها، فتخرجي صدقة ولا تحكي الحلم ده أبدا لحد. أي رؤية تخص الغراب اكتبيها لي أسفل التعليقات.